ازاي اتعامل مع الطفل العصبي والعنيد والعدواني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب. اهلا بكم في حلقة جديدة ببرنامجكم معلومات مفيدة. في برنامجكم معلومات مفيدة هنتكلم عن كل المعلومات في جميع المجالات، معلومات دينية، معلومات تاريخية، معلومات ثقافية، وأيضا طبية وتربوية واجتماعية. ومعلومتنا النهاردة معلومة تربوية. كتير مننا بيقول لك ابني عصبي، ابني عدواني، ابني دايما عنيد، أعمل معاه إيه؟ كتير بنسأل السؤال ده، وعشان السؤال ده مهم جدا أنا قررت أتكلم معاكم في الموضوع ده النهاردة. إزاي أتعامل مع الطفل العصبي والعنيد والعدواني؟ أول حاجة، ممنوع منعا باتا انك تقارن ابنك باي حد تاني. يعني مثلا ابنك مثلا بيعمل حاجه غلط، ما اقولوش ابن عمك ده بيعمل الصح ده هو احسن منك، حتى لو كان اخواته سواء في الدراسه، حتى لو اخواته، يعني لو بقارنوا بينه وبين اخوه، حتى لو في الدراسه او اي غلط عمله، ده اخوك احسن منك في العربي، ده اختك احسن منك في الحساب، ده مش عارف. الكلام ده كله بيخلق عند الطفل ان هو يكون عدواني للشخصيه اللي قدامه بدون ما تحس انت. تاني، يبقى ما قارنش بيني وبين ابني حتى لو قدام اخواته، سواء امر دراسي او اي حاجه تانية. حاول ان ابنك يكون ليه اصدقاء، خلي ابنك يكون ليه اصدقاء من نفس سنه، عنده 5 سنين يبقى 5 سنين، عنده 10 يبقى 10، ويلعب ويتكلم معاهم، لان ده هيفيده جدا. الاصدقاء من السن دوت هيفيده في المعامله مع الناس. حسس ابنك انه فرد ليه فاعليه في الاسره، دايما حسسه كده ان انت قدوه في البلد دي، انت راجل فعال في المجتمع معانا، انت راجل فعال في البيت. وحاول تزود ثقته في نفسه. عوده على مشاركه اللعب مع اخواته، يعني شاركه في الالعاب مع اخواته او اصدقائه، لو ليه اخ اصغر منه او اكبر منه حاول تخليه يلعب معاه، حاول تقربهم من بعض سواء اخواته او اصدقائه. اسمح له ان يسال اي اسئله تدور في راسه، ولا تعاقبه ابدا قدام حد. اي سؤال في راسه، اي سؤال بيجي على باله خليه يساله، ما لو ما سالوش ليك هيساله لغيرك، يبقى خليه ايه، يساله، وما تعقبش ولا تعاقبه، اسف، ولا تعاقبه ابدا قدام اي حد. ما تسيبوش دايما قدام التلفزيون، لان اغلب المحتويات قد لا تناسب مع سنه، ممكن تشوف مثلا كرتون مش مناسب مع سنه، وهيتعلم منه العصبيه. لذلك كون حريص جدا، وكوني حريصة جدا على ما يشاهده طفلك. لازم الطفل يشوف الحاجة اللي على قد سنه، سواء كرتون او مادة علمية. دايما حسسيه ان ما ينفعش تاخد اي حاجة من عند حد، ولو كانت العابه، من غير ما تستأذن. تاني، دايما حسسيه او حسسه ان ما ينفعش اخد حاجة من حد حتى لو كانت العابه، من غير ما تستأذن منه، لازم يستأذن قبل ما ياخد الحاجة اللي هو عايزها. طب لو شفته مثلا طفل يحاول يوصل لأي حاجة عالية من فوق الدولاب، عايز يجيب حاجة من فوق الدولاب مثلا، ما تزعلهوش، مش يزعله فيه خالص، بس وريه الطريقة الصح ازاي اجيب الحاجة العالية. ما تعاملش طفلك بطريقة عدوانية او تتعصب عليه، لانه هيتعلم منك ده. انت هتزعق، هو هيزعق، مش هيزعقلك انت بس، هيعمل زيك. علمه ازاي يتعامل مع الناس، كن انت قدوه جيده ليه. علمه ازاي يتعامل مع الكبير ومع الصغير. تجنب العقاب والضرب، لانه هيجي بطريقه عكسيه تماما. الضرب عمال على بطال او العقاب عمال على بطال دايما بيجي بطريقه عكسيه. استمع جيدا لطفلك، استمع جيدا لطفلك، واستجيب لطلباته التي لا تتكلف الكثير. طلبات الطفل ايه؟ حاجه صغيره، ان كنت تقدر تعملها اعملها، ما قدرتش قول له ان شاء الله ايه لما ربنا يكرم ان شاء الله ايه هعمل في سهلك. اعدلي دائما في معاملتك بين ابنائك، دايما تعدل ما بين الطفل سواء ولد او بنت، او ولد وولد، او بنت وبنت، ولا تفرق بين احد فيهم. عملت لده حاجه اعمل ده. اشترك مع طفلك في الانشطه اللي بيحبها حتى يفرغ طاقته المكبوته فيه. علمه رياضه، يروح النادي حتى لو يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، خليه يطلع الطاقه المكبوته اللي جواه، لان هو طفل. واهم نقطه ركز معايا، اياك
ثم إياك أن يريك ابنك وأنت أن يراك ابنك وأنت بتخوفني أنت وبابا. يعني أنت إياك ثم إياك إن بابا إن الولد ده يشوفك أنت وزوجتك بتتخانقوا مع بعض. إياك ثم إياك إن ابنك يشوفك وأنت بتتخانق أنت ومامته. عايزكم في التعليقات تحكي لنا عن موقف حصل مع ابنك وهو كان عصبي، وإن شاء الله بإذن الله نحاول نرد عليه. ابنك هو مستقبلك، ابنك هو جنتك أو نارك، ابنك تربيته ليه، ابنك تربيته منك، هتعامله ازاي او هتصنعه ازاي يبقى نجم ساطع في المستقبل او ولد مش اي لازمه. رب ولادكم بحكمه، رب ولادكم بلين، علموا ولادكم ازاي الحلال والحرام، ازاي العيب، ازاي الصلاه، ازاي الصوم، ازاي تتعامل مع الاخرين بدون اي تعصب. حتى لو ولد عصبي حاول تتعامل معاه بود وفي حب. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في معلومه جديده، يا رب تكون فادتكم وفادت امهات كتير وابهات كتير. اشوفكم باذن الله في يوم جديد مع معلومه جديده من برنامجكم معلومات مفيده. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمل لايك للحلقه ومشاركه الحلقه من باب الدال على الخير كفاعله. اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.